هلا معك. اشمعنى يعني؟ عايز تهدد ابوها بيها خطفتها؟ هي دي لعبتك من الاول. ونخطف هلا ليه؟ هلا معايا بمزاجها، هي مش طايقه تبص في وش ابوها. بعدين هلا ملهاش دعوه باللي بيحصل بيني وبين ابوها. امين انا مش مجرم. انا بعمل الصح. انت عارفه ده كويس. احمد عدى عليا عند ابويا. هيهرب برا مصر. زعلانة؟ طبعا زعلانة. مش جوزي مهما عمل فيا ومهما حصل في عشرة بينا. أمينة، أحمد هو اللي عمل في نفسه كده، هو اللي جري ورا فلوس منصور. الطمع والشهرة جنين. أحمد حاول يصلح بس متأخر، خد العينات اللي أنا لخبطتها وعينات رضا وراح اداها لمنصور. منصور طبعا فاكر دلوقتي ان الفيروس معايا، ما يعرفش انه شويه دم. يا ريت كان عنده في جدته منه. امينه ما تندميش على حاجه، خصوصا لو كانت الحاجه دي صح. انا رايح دلوقتي لمنصور. بعد اذنك. ياسين خلي بالك من نفسك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. تحت امرك. حضرتك مكان لنا؟ ايوه يا فندم الله يرحمه. انا فاروق ناصر مدير مكتب الدكتور منصور. ماشي يا استاذ فاروق. ممكن تبلغ دكتور منصور اني مستني؟ هو مفيش ميعاد بينا عشان ما تتعبش نفسك. قول له ياسين وهو هيفهم. لحظه على فندم. أنا عارف إن المكان مش بيروت، بس كفاية إنك موجودة فيه. يعني خلاص مش هتعزمني في بيروت؟ لا إزاي؟ طبعًا هيحصل. أنا لما أوعد لازم أوفي. اتفضل يا فندم، اتفضل. متشكر. هلا فين ياسين؟ بنتي فين؟ قلقان قوي على هلا. حد قال لي عمرك ما كنت تسأل عليها ولا كنت ابوها؟ نعم. انت جاي تستعبط هنا في مكتبي؟ بتعلمني ازاي احب بنتي؟ لا لا لا، دي حاجات ما حدش يقدر يعلمها لحد، دي حاجات لازم تعرفها انت لوحدك. انت جاي تطلع عقدك عليا. مش ياسين مراد كامل برضه؟ اه مظبوط. انت جاي تنتقم مني انا ياسين؟ بتنتقم لأهلك مني أنا؟ أنا ما عملتش حاجة، ده موضوع قديم جدا، وتبقى مجنون لو فاكر إن ليه علاقة بموضوع كان بين أهلك وبين أهلي من سنين. أنا مالي أنا؟ بنتي طلعها من الموضوع يا ياسين، وإلا وحياة ديني هطلبق عليك الدنيا. أنا مش ضعيف عشان أهددك بهالة. بعدين هالة بنتك بتحبني، هي عايزة تعيش معايا مش معاك. أنت بتقول إيه يا مجنون أنت؟ ياسين ابعد عن بنتي والا هقتلك، والله هقتلك. تقتلني؟ ما انت ماشي العفريت بتاعك ورايا عشان يقتلني. على العموم انا هقول لك حاجه لطيفه، عشان احنا كنا اصحاب في يوم من الايام، بس انت قررت تقف ضدي، تتصرف من دماغك. انا لو بنتقم منك ما كنتش هساعدك، ما كنتش هقول لك على احمد ابو العيله والدواء، ما كنتش هطير لك حسن رشوان. بس انت حبيت تعاندني وتعاديني. كنت عايز تقتلني ليه يا منصور؟ ليه؟ عشان انت طمعت. صح؟ طمعت في ايه يا ابني؟ في شغلي؟ في حقي؟ انت اللي عايز تقعد مكاني. انهي جنان دوت؟ حقك دي يعني ممكن نتفق او نختلف عليها، مع انه ده مش حقك على الاساس. أنا ملياش دعوة لو كنت نايم على أودانك،
لما ابوك وجدك كانوا بيسرقوا اهلي. انت اللي قدامي دلوقتي. انت حرامي. ده حقي. على العموم ما تقلقش. انت مش هتطلع خسران. هتكسب، هتكسب كتير قوي. خصوصا لما تعرف ان الفيروس اللي هتموت عليه معايا. للاسف تخسر انت المره دي يا ياسين. احمد ابو العيله جاب لي الفيروس وهو مرعوب وخايف لا يتفضح. احمد بيلعب بيك عشان ما يروحش في داهيه. انما انت لسه بين ايديك فرصه. فرصه ايه؟ انت عبيط يا ابني؟ انت ما سمعتش اللي انا قلته؟ انت اللي غاوي تسمع نفسك بس. الفيروس اللي معاك ده تشربه وتعمل فيه اي حاجه، انا اللي معايا كل حاجه. الفيروس اهو. وهالة انا هبعدها عني وارجعها لك. ابعد عن هالة يا سين والا هقتلك. للمره الالف بقول لك انا ما بهددكش بهالة، انا بهددك بالفيروس ده. الفيروس ده اللي لو وصل للنيابه كان هيوديك انت واحمد ابو العيلة ورا الشمس. او تاخد الفيروس ده وتعمل اللي اكسيوم طول عمرها بتعمله وتبيع الفيروس والعلاج بتاعه بره. طيب انت عايز ايه؟ قول لي انت عايز ايه؟ انا عايز اللي انت خايف منه. عايز مكانك، الكرسي اللي انت قاعد عليه. مستحيل، ما ينفعش. انا دكتور، انت مين؟ قول لي ممكن اعمل ايه وانا اعمله لك. اصل ده في مجلس اداره يا بني ادم، مش عزبه. ده رقم حساب شركتي انا وعمر الالفي في سويسرا. اسهم البورصه بتاعتي في اكسيوم. انت هتحول لي المبلغ اللي اتفقنا عليه واشتري نصيبك. سهل. وده الفيروس لو حبيت تتاكد بنفسك. طبعا مش هتشوف بنتك الا لما نخلص اتفاقنا. ويا ريت تبعد عفريتك عني، عشان لو قتلتني مش هتشوف بنتك. ده اولا. ثانيا هتلاقي فضيحتك في كل حته. الفيروس هيطلع. انا لسه ما خلصتوش. وانا حابه اعرف رايك في الاخر. اكيد انا تقريبا في الفصل الثاني. هو مين الراجل اللي اتعرفت عليه وحبيتيه وقال لك المكتوب؟ مش مهم هو مين. وعلى فكره هو ما قاليش المكتوب، انا اللي عرفت كل ده لوحدي. للاسف يا كليو احنا عايشين هنا وفاكرين ان العالم هو اللي بنشوفه بعينينا. ما نعرفش ان في حاجات اكبر مننا. مش فاهمين بلدنا دي ايه. بصي احنا في بلد لما تقف العالم كله يقف ويستنى يشوف ايه اللي هيحصل. وكل ما تطلعي سلمه تفتكري ان ده اكبر شر وخطر فوقينا. بس للاسف في الاكبر منه. احنا في ناس تانيه بتتحكم فينا بالفلوس، اقتصاد، سياحه، اعلام، دواء، سجاير، سلاح، مخدرات، كل حاجه ممكن تتخيليها. والراجل ده واحد منهم؟ للأسف عشت معاه 6 سنين مكنتش أعرف كل ده عنه. بس طبعا لما عرفت حقيقته فقت. عشان كده الكتاب اتمنع. هما اللي منعوه. عشان كده ما ينفعش حد يقراه. هو اللي يضحكك إن الكتاب موجود في مكتبة الجامعة عندي. عن جهية؟ لا، الناس بتنسى يا كليو. بس واضح إن الكتاب ده قدره أكبر منه. اهلا. ايه جاهزه؟ تعرف امينه؟ اه طبعا. امينه ازيك؟ ازيك، ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام زي الفل. الحمد لله. ايه مفيش اخبار؟ امينه بتقول ان منصور هيبعد عننا، يعني انا مش محتاجه استخبى اكتر من كده.
عشان كده قلت اطمنك. انا همشي بقى ولو جد جديد هكلمك. باي باي. هو ده بقى العهد؟ تفتكر انه ممكن كتاب يتحقق؟ المكتوب احداثه يعني ممكن تتحقق؟ العينات اللي معانا ما فيهاش اي فيروس، لكن العينات اللي حضرتك جبتها هي دي اللي فيها الفيروس. انا اول مره اشوف فيروس زي ده. دكتور احمد مشي؟ مشي ايوه، بس ما كانش عايزني اوصله، هو كان خايف اي حاجه تحصل في الساعتين الجايين دول. هو فوت ميعاد النيابه خلاص، زمانهم قلبين عليه الدنيا. مش عارف اعمل ايه ايمن، مصيبه. اللي انا فاهمه ان احنا ما عليناش حاجه. طبعا النيابه هتيجي تقلب الدنيا هنا وتدور، بس طول ما الفيروس معانا محدش هيمسك علينا حاجه. عامه فريد احنا لازم نكمل شغلنا، بالذات انه ايه في ايه اللي حصل؟ في حاجه حصلت من ساعتين. فاكر مريض اسمه عم تسوي؟ طبعا عم تسوقي اول واحد خد بروفيت. ماله ما كان كويس؟ ايوه هو كان كويس، مشكله ان الكبد بتاعه ما بقاش يتفاعل مع بروفيت. نهار اسود، بروفيت في جسم الراجل مش ثابت، الفيروس اللي عنده بيحصل له زي اللي حصل لرضا بالظبط. طب وبعدين ايوه يعني اللي حصل لرضا بيحصل للراجل ده؟ مش متاكدين دلوقتي، بس النتيجه بتاعته بتقول كده. احنا ما لقيناش علاج لفيروس يا فريد، وصربعتنا خلت الفيروس يزيد. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبلغ احمد؟ لا طبعا سيبه يسافر، لما يوصل يبقى نبلغه. المهم انت توقف بروفيت لكل الناس دلوقتي يا ايمن. حصل، بس هنعمل ايه بعد كده؟ مش عارف. عينات رضا كانت وصلت لاخرها مع الفيروس. احمد كان عنده حق، عينات رضا هي المفتاح الوحيد عشان نكمل العلاج.